محمد العقلبي رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية. أولا أشكركم على إعانتكم في هذا اللقاء الذي تنظمه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. احنا بداية من أواخر 2020 عندما تحملت مسؤولية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رسمت بالتعاون مع إدارة الجمعية وخاصة المندوبة العامة للجمعية لإحضار والتنسيق مع المديرين العامين برنامج استراتيجي يضم 9 توجهات كبرى منقسمة على 48 مشروع استراتيجي خلال الفترة 2021-2025. ولأول مرة في تاريخ الجمعية يقع مخطط استراتيجي بموافقة ناتور كل أعضاء الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. من بين البرامج التي سطرناها في هذا المشروع الاستراتيجي هو العمل مع الدول الأفريقية بصفة عامة وبداية مع الشقيقة ليبيا. قمنا بعدة استلات شخصية مع مديرين عامين للبنوك والمؤسسات المالية الليبية حتى نصل إن شاء الله في القريب العاجل إلى أمضاء شراكة بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الليبية. وعبرت على هذا الموضوع في جلسة في أواخر نوفمبر 2021 مع السيد محافظ البنك المركزي التونسي ومع وفد من الشقيقة ليبيا يترأسها وزير التخطيط بحضور عدة أطراف منها مديرين عامين لبعض البنوك. والحقيقة أنا بالنسبة للعمل في ليبيا وفي إفريقيا أنا الحقيقة خذيت تجربة على وظيفتي كمدير عام لبنك لأن احنا في استراتيجية متاعنا من 2005 واحنا نعمل عدة اتصالات وعدة شراكات مع الدولة الليبية والبنوك بصفة خاصة ومع الدول الأفريقية وعملنا عدة عقود شراكة بين وبين عدة بنوك أفريقية حتى نرافق كل الحرفاء ولا كل المستثمرين ورجال الأعمال اللي هم في أفريقيا سواء كانوا حرفاء للبنك ولا غير حرفاء للبنك.